الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام علي اليماني رحمه الله، قال: العدالة مباحثها مستوفاة في كتب الفقه ومصطلح الحديث. قال: وقد نظرت في عدة من كتب الجرح والتعديل، فرأيت تصريح الأئمة بالجرح بالمعاصي قليلا، وإنما أقصد في رسالتي هذه قصد ما تكثر الحاجة إليه مع الحاجة إلى تحقيقه. فمن ذلك البدع لا يحكم بكفر أصحابها، فقيل جرح مطلقا، وقيل جرح إذا كان صاحبها داعية يدعو الناس إلى بدعته، وقيل ليست بجرح مطلقا، ولكن لا يقبل من صاحبها ما يرويه مما يوافق بدعته لمكان التهمة. نعم، هنا هذه المسألة لها تفصيل كبير، وطبعا الوقت عندنا خد هذا صح كده. طيب أنا سأقول أولا، عندي مبحثان مهمان أترك الإخوة تبحث فيهما وتأتي بها لعلنا نعودها غدا. طيب، أولا في قولي هنا في هذا الباب، قال قد نظرت في عدة من كتب الجرح والتعديل، قد نظرت في عدة من كتب الجرح والتعديل، فرأيت تصريح الأئمة بالجرح بالمعاصي قليلا. هذه مبحث أول، ما معنى كلامه في هذا الباب؟ لا، هو بيقول قليل، يعني بيقول التجريح بالمعاصي قليل. ده تفصيل تاني كبير. يعني هو بيقول الآن، شوف، يقول كتب الجرح والتعديل، رأيت تصريح الأئمة بالجرح بالمعاصي قليل، وإنما أقصد في رسالتي في هذه قصد ما تكسر الحاجة إليه مع الحاجة إلى تحقيقه. فمن ذلك الجرح بالإيش؟ بالبدع. حتى الجرح بالبدع الخلاف فيه قول، لذلك هو قسمه تقسيمات. فالآن المبحث الأول أتركه لكم تبحثون فيه وتأتوني فيه بالتفصيل، ويكون ده مبحث أنتم تبحثون فيه، أو على الأقل يكون فيه مجهود من الإخوة الأفاضل اللي أنا شايفهم في الماء البحر الهائج ده، بحر المظلم والبحر مش عارف البحر الميت. كل ما تشوف هنا أبو عارف كل ما جاء أقوم عامل كده. ليه؟ لأن أنا هأخذ بالقول الذي يقول لابد تقرأ الفتحة على الأموات، فأقول كده لازم أروح هناك عشان بس أعيش. ما رأيكم؟ نترك لكم هذا المبحث؟ إن شاء الله، نستعين بالله. خلاص، يبقى غدا تأتون به إن شاء الله، لأن غدا هنتكلم على أيضا مسألة الذهبي، هندخل بقى في المقدمة في الكلام على الرواة، هنتكلم على كل الشروط التي تكون في الجرح المجرح المعدل. ممتاز؟ يبقى ده لكم في قوله فرأيت تصح إما بالجرح معاصي قليل، هتفسروا هتأتي به ما نوع المعاصي التي يجرح فيها المرء. طيب، ولما الجرح بالمعاصي قليل؟ لما؟ أنا مبحث من أمتع ما يكون. ها؟ نعم، هذا هو أحسنت. فأنا أريد بقى هنا ينظر في هذا الباب. أما البدعة فهذا مبحث مهم جدا، والبدعة أيضا قبل أن نتكلم عن البدعة سنشير له إشارة حتى لا أطيل على الإخوة. البدعة لغة هي إيش؟ كله إيش؟ كله مستحدث هي البدعة، صحيح؟ عندكم تعريف ثاني؟ كل مستحدث على غير هلو ايه؟ مش سامع. اتفضل استاذ. البدعة لغة؟ البدعة لغة طريقة مخترعة في الدين. هو لبسك في الحيطة، هو بيقول لي اتفضل استاذ اللغة والكبير يا مروان. هو والله عارف، هو عايز دهيني، هو عايزني عايز عشان لما اختمها. طيب الفهم، اتفضل. كل ما استحدث عن فعل النبي السلام والصحابه والله ما اقسم بربي كان نصين هيفتح. طب هو الراجل كل شويه بيجيبها، عارف يقول لي ايه دلوقتي لغه؟ كل ما استحدث عن فعل النبي والصحابه صلى الله عليه وسلم. قول الله سبحانه وتعالى بديع السماوات والارض الذي انشاها على غير لسان سبيل. الصراحه عرفها الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، فقال: طريقة في الدين مخترعة وظهر بها الشرعية يقصد السلوك عليها المبالغة في التعبير. يعني كويس، هو سمع يعني كويس على الأقل. كل ما كان مثال غير مثال سابق يعتبر بدعة في هذا الباب، كما قال الله تعالى بديع السماوات والأرض، ولها أيضا تعريفات أخرى. لكن في المصطلح تعريف الشاطبي من أعظم التعريفات ومن أضبطها، وأضبط منه تعريف ابن تيمية. في أحد فيكم يذكر تعريف ابن تيمية؟ طبعا
كل ما خالف السنة فهو بدعة، وهذا من أضبط ما يكون. البدعة كل ما خالف السنة فهو بدعة. والبدعة في عند المحدثين عندما يتكلمون عن الجرح والتعديل يقسمونها إلى بدعة مغلظة، يعني بدعة صغرى وبدعة كبرى. الغلو في التشيع هذه البدعة الكبرى، مبدأ بس التقديم بدعة صغرى. والبدعة تقسم إلى بدعتين، بدعة مكفرة وبدعة مفسقة، وهذه مسألة فيها بحر آخر سنتكلم عنه. لكن العلماء اختلفوا في مسألة رواية المبتدع على أقوال أربعة أو أقوال خمسة، نختزلها ونجعل مبحث لكم في هذا الباب. أنا سأسألكم البخاري ومسلم ماذا يفعلون مع المبتدع الداعي لبدعته؟ أنا أقول منكم بحث في هذا. طالما بقى المسألة كده يبقى لازم نلزمكم عشان يبقى فيها جهات حق. أقول بالنسبة في أقوال، القول الأول قول الرد مطلقا، الرد مطلقا، وممكن يختزل كل الأقوال دي فيش في أقوال ثلاثة. الرد مطلقا، وده قول مالك وأبو بكر البقلاني، كثير من المالكية يقولون بذلك. لأنه مالك، شوف مالك، شوف بقى مالك هنا بيعمل إيه. عشان أنا لذلك قلت أن المسائل متشابكة فقيا. قاعدة إيه؟ بركة، قاعدة سد الذراع يا بركة. وقال انك لما تروي المبتدع ماذا تفعل؟ تدخله على الناس، ترفع شأنه، فالناس اصلا لا يحتطون منه. فرأي المبتدع تدخله على الناس، فلذلك قالوا رد مطلق. الثاني القبول مطلق، وداخل بالك القبول مطلقا هذه لها ضوابط، لكن قد يدخل فيها ائمه كبار يقولون بها، يرمون للمبتدع ولو كان راويه لبدعته، ولو كانت الروايه بدعته، ولو كانت الرواية بدعته، مع أن هذا التفصيل يمنعون ذلك. الثالث التفصيل في التفريق بين الراوي الرأس في البدعة وغير الرأس، الدعية يعني، الدعية في البدعة وغير الدعية. وفي تفصيل آخر إن كانت الرواية في البدعة أو لا. تفصيل ثالث التفريق بين البدعة الصغرى والبدعة والبدعة الكبرى. هذا اختزال الكلام على البدعة. هنا الإمام، وده اللي هنشرحه بقى مع إن شاء الله غدا لو جيت بالمبحث نتكلم فيه. الإمام هنا اليماني، أقرأ الأربع نقاط بس اللي نتكلم فيها. الإمام اليماني استخلص الأمر بطريقة صراحة، الرجل فيه لمحة حديثية عجيبة. يمني حر لك الحوثيين، الحوثيون أبناء مسيلمة الكذاب وسجاح، لكن هذا حر ابن عبد الله بن قيس. من عبد الله بن قيس؟ أبو موسى الأشعري. فأقول يقول المسألة مدارها على التهمة، كلما اقترب من التهمة جرح، كلما ابتعد عن التهمة عدل، وبغض النظر داعي أو غير داعي. فقال إن كان داعية لبدعته فتكون تهمة، يقول التهمة هنا هي التي تجرح. داعية وما فيش تهمة يبقى لا يجرح. فيبقى المسألة عنده على إيش؟ على التهمة قوية أو ضعفة. وده هتفهمه من التقسيمات التي قسمها. اقرأ التقسيمات. قال رحمه الله: فمن ذلك البدع التي لا يحكم بكفر أصحابها، فقيل جرحا مطلقا، وقيل جرح إذا كان صاحبها داعية يدعو الناس إلى بدعته، وقيل ليست بجرح مطلقا، ولكن لا يقبل من صاحبها ما يرويه مما يوافق بدعته لمكان التهمة. شوف هنا مدار المسألة عليش على التهمة. وقيل ليست بجرح ويقبل من صاحبها ما رواه وإن وافق هواه. قال الإمام: أقول الذي ينبغي اختياره أن المدار على قوة التهمة، فالرواء على طبقات. هذا هو، نقف في ذلك وإن شاء الله نفصلها في الغد. يبقى مدار المسألة على إيش؟ قوية. يبقى هيجرحوا متى؟ بالقرائن بقى، فهموا. يبقى هيجرحوا متى؟ بالقرائن. ودي محتاجة إيش؟ قريحة ذهن وصفاء ونقاء مع إيه؟ مع ديانة علم بقى يأخذه وينظر فيه. فالقرائن التي تجعله يقبله أو يرد إن كان مبتدعا. وده إن شاء الله تفصيل وقتي غدا بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. اللهم اجعل بلادنا كلها صالحة، واجعل البلاد خالصة، واتجعل البلاد في هشام، واجعل هذا البلد أمنا أمانا رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة الأمور المسلمين لحكم كتابك ولعمل سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وفقهم توفيقا وسددهم تسديدا، واجعل عملهم في رضاك ومبتغاك، وأنت أرحم الراحمين. اللهم اجعل لهم بطانات الخير تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم إنا نسألك أمانا لا ترتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد.
اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسى المأسورين وسد الدين على المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا ومرضى المسلمين أنت أرحم الراحمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.